بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فضل كبير جدا وعظيم في تبليغ الدين ونشر السنة المطهرة بين المسلمين عامة والنساء خاصة. هناك كتير من الصحابيات اللي كانت بتروح وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل اللي بتقف معاهم، ويسألوا في الأحكام ويستفتوا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في منهم طبقة كانت متخصصة جدا في تلقي الحديث، وكان هناك بعض من النساء يخجلن من أن يذهبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسألنه صلى الله عليه وسلم. فكانوا بيعملوا إيه؟ فكانوا بيروحوا لزوجات النبي ويسألوهم عن الأمور بتاعتهم، فيجدوا عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن يجدوا الأجوبة الشافية للأسئلة بتاعتهم وللاستفسارات اللي كانوا بيحبوا يسألوا ويستبينوا الأمر فيها. لأن زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن كانوا على صلة دائمة بحكم أنهم زوجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانوا دايما على صلة دائمة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمن منه الأحكام. هم كانوا في حال تلقي دائم من أنوار الحضرة النبوية، وبينقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يتاح لغيرهن نقله. وشفنا ثمرة ده في أمهات المؤمنين في تلقي الحديث الشريف وتعليم للمسلمين والمسلمات. وعلى رأس أمهات المؤمنين كما ذكرنا أمس السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، صاحبة العلم الغزير والذكاء الفطري الشديد. وإذا أنت تأملت سيرة السيدة أم المؤمنين أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وجدت كيف أنها أجادت التلقي، تلقي الحديث، وأجادت الحفظ، وأجادت الفهم، لأنها رضي الله عنها كان عندها حرص على فهم الأحكام الشرعية. وهناخد مثل النهاردة نشوف مكانة
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في تلقي الحديث، وكمان نشوف وضع السيدة عائشة في إنها ما بتفوتش حاجة إلا لما تفهمها، وده يبين لك شدة ما كانت عليه من الحرص في طلب العلم والتثبت فيه. فعن ابن أبي مليكة التابعي، ابن أبي مليكة التابعي ده يعني كان أحد كبار يعني رواة الحديث، كان تابعيا يعني شاف الصحابة، شاف لكن ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مسلما ومات على ذلك. هو روى ابن أبي مليكة عن السيدة عائشة، وروى كذلك عن أختها السيدة أسماء. وإحنا لما نقول بأنه روى عن أمنا السيدة عائشة وروى عن أختها السيدة أسماء، بنوضح حلقة العلم اللي كانت متواصلة وموجودة في زمن النبوة الشريف وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أجيال في العلم بتخرج أجيال أخرى تتلقى عنها العلم، وهذه الأجيال تعلم، وكل ده امتداد نوراني للتوجيه النبوي الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكل ما ارتبط بعلوم القرآن من علوم يتعلمها ويتلقيها الذي يطلب هذا العلم، وبعدين بيربي أجيال بعد كده تخرج وتعلم هذا العلم. من هنا جاءت السلاسل: فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان. ده التلقي، كل طلبة علم بتتلقى عن المجموعة عن أساتذتها، وهكذا بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيحكي لنا عن ابن أبي مليكة، بيقول إن الستنة عائشة، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. يعني لو سمعت حاجة هي مش واضحة بالنسبة لها في العلم، لازم ترجع تفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. أو سمعت حاجة بعيد، يعني سمعت حاجة من أحد من الناس أو من النساء، فترجع تراجع لتتثبت من النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بيحكي عنها، بيوصف حالها ده في دقتها في تلقي العلم والتثبت من الحفظ والفهم. وبيحكي عنها أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حوسب عذب. اللي يتحاسب كده في الصحيفة بتاعته، انت عملت ده يوم كذا وعملت ده ليه، ويبتدي بقى فيه تفصيلات، وانت وده كان كذا وده كان كذا، وبعدين بيبقى فيه تفصيل يطلع من تفصيل يخش في التاني، الحساب الدقيق اللي فيه وقوف عند كل حاجة. فهي سمعت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول: من حوسب عذب. فقالت أم المؤمنين عائشة: فقلت. فهي بتقول لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام. بيوضح لها بقى، هي حطت الحديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام جنب الآية عايزة تفهم. قالت: فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. النبي عليه الصلاة والسلام هو المرجع في تفسير ما كان يشكل على الناس في دينهم، سواء كان في بيت النبوة أو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، هو المرجع اللي بيرجعوا له. عشان كده النهاردة أنت لما تيجي تكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنك تطعن في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتطعن في أنه لا، ده الصحابة لم يحملوا هذا العلم، وأن العلم ده تأخروا في حفظه وتدوينه والكلام اللي عمال يتقال، ونسينا المدرسة العظيمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسسها، وأخرجت جيلا عظيما من طلبة العلم، من المتخصصين وطلبة العلم اللي بيعلموا كده من زمن النبوة إلى عصرنا، حلقات متصلة، كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده. دي من بركات الحضرة المحمدية صلى الله عليه وسلم. حرص الصحابة رضي الله عنهم دايما في أنهم يرجعوا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء بيعرض ليهم، وهم يحسنوا في إشكال مش فاهمينه أو عايزين يتبينوا أو يستوثقوا أو
يفهموه بشدة أو بدقة يرجعوا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مثل هذا الحديث اللي بيخبر فيه عبد الله ابن أبي مليكة أن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه القائل، لو سمعت حاجة تقول له أنت جبت الكلام ده منين، تستوثق من أين أتى بهذا الكلام، أو إنها تسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرف حقيقة ما سمعت، تعرف الحقيقة بتاعته عشان تتوصل بعد ذلك إلى الصواب من الخطأ، تقييم المقال أو تقييم ما سمعت أو تقويم وتقييم الفتوى اللي هي سمعتها أو الخبر الذي انتهى إليها. ودي دقيقة مهمة جدا بيوصفها التابعي من أحوال أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في تلقي الحديث النبوي الشريف، وده اللي يأكد لنا أنه تم التوثيق والتثبت من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام زمن النبوة الشريف. وبيأكد الحديث ده كمان على يعني فطنة أمنا السيدة عائشة ومدى ذكائها، عطايا ربنا ادهلها وربنا فرغها إنها تتلقى الحديث وتعلمه، لأنها كانت يعني تبارك الله يعني أوتيت مواهب كثيرة في الفطنة والذكاء والحفظ وطول العمر عشان تعلم بعد كده بعد انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن هي ما بتقبلش أي حاجة، وإنها لا تثق وألا توقن بكل ما سمعته ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبتحكي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، فقامت هي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها بالمقارنة دي، بالمقارنة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول المولى تعالى فسوف يحاسب حسابا يسير. عايزة تفهم المعنيين، يعني تم حصل إشكال عندها. فلفظ الحديث من حوسب عذب، لفظ الحديث هنا من حوسب عذب جاي عام في تعذيب من حوسب، اللي هيتحاسب ده هيبقى عذب، اللفظ هنا جاي عام، ولفظ الآية دال على أن في تخصيص بقى على أن بعضهم بعض اللي هيتحاسبوا يوم القيامة لا يعذبون، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام، أجاب على السيدة عائشة بقوله إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. يعني بين لها النبي عليه الصلاة والسلام إن المقصود الحقيقي للآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو الحساب اليسير. الآية دي خاصة بالحساب اليسير اللي هو العرض، إن مش هيقف يعني يدوله كده الصحيفة بتاعته، يعني هذا ما صنعت من سيئات وحسنات، وسيئاتك كانت كذا وحسناتك كذا وعفي عن سيئاتك وانت من ده الحساب اليسير، بس يعرفوه، يعني هو إبراز الأعمال وإظهارها. فيعني بيعرف المولى سبحانه وتعالى صاحب الصحيفة بذنوبه، وبيعرفه برضو التجاوز عن هذه الذنوب حتى يعرف يعني نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه ومنة ربنا عليه بأنه سترها عليه في الدنيا، وأنه هو سترها عليه في الدنيا، وأنه عفى عنه وعن ما ارتكب في الحياة الدنيا في الآخرة. أما الحساب العسير يبقى ده المقصود بالآية. أما الحساب العسير هو المقصود به هنا الحديث من نوقش الحساب يهلك، يبقى فيه العرض وفي المناقشة الدقيقة، أنت ارتكبت كذا يوم كذا، صنعت كذا يوم كذا، فمن تعرض لهذا الاستقصاء لم يسامح على ما فعل، هلك وأدخل النار، عذب على ما كان منه في حياته الدنيا. يعني الحساب يوم القيامة نوعان، حساب عرض ومعاتبة، وهناك وده حساب يسير لا عذاب فيه، إنما فيه إظهار منة الله على ذلك الذي يحاسبه حسابا يسيرا إنه هيعفى عنه، وحساب مناقشة وهو حساب عسير وحساب شديد لأن فيه تفصيل، أنت عملت كذا يوم كذا ساعة كذا،
وقد تصور بهذه الصور يراها، يرى نفسه ويرى ما كان منه، ولا يخلو هذا من العذاب، لأن مناقشة العبد على أخطائه وعلى ما كان منه وعلى توقيفه على جميع ذنوبه وحالة كده استقصائية لكل سيئاته، ده معناه أنه سيهلك بالعذاب. وفي هذا الحديث الحقيقة بيبرز مدى دقة التلقي لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ستنا عائشة ما سمعتش الحديث كده وحفظته وسكتت، لا، هي والنبي عليه الصلاة والسلام كان ليه طريقة، إذا حدث بالحديث كان يقوله يعيده 3 مرات، وإن اللي بيسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحديث يقدر يعد الحروف من كتر تؤدة النبي في إلقاء الحديث، لأنه بيبين وبيشرح وبيوضح أنوار الوحي الشريف. أمنا عائشة لما سمعت قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حبت بقى تسأل مع الآية التي تحفظها، ده يبين لك فضيلة أمنا سيدة عائشة رضي الله عنها وحرصها على التعلم والتحقيق والتثبت وحسن فهم الحديث، حرصها أنها تفهم معنى الحديث. كمان الحديث ده بيدينا، بيبين لنا إثبات الحساب والعرض والعذاب يوم القيامة، وإنه الناس هتكون متفاوتة في الحساب بتاعها، في اللي هيشدد عليه في الحساب، وهناك اللي هيرفق به يبقى في شكل معاتبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يلطف بنا وبكم جميعا في هذا المشهد العظيم. وبنتعلم كذلك من هذا الحديث إنه ينفع أن يبقى في مناظرة ومقابلة، يعني جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب، وده بنتعلمه من الحديث النبوي الشريف وهذا الموقف اللي حصل. وإنه كمان بنتعلم إن من حق طالب العلم إنه يسأل في المسائل اللي هي مش فاهمها ومش عارف يوصل فيها لجواب، أو ربما تعمل نوع من الإشكال في عقله، إنه يراجع فيها ليفهم. الحديث كمان فيه إنه على العالم الذي يعلم طلبة العلم، إنه لما يجي يراجعوا أحد من طلبة العلم عشان يفهم حاجة يكون عنده رحابة صدر، وإنه ما يغضبش، وإنه مثلا إنه بيوقفه في الحديث عشان يفهم، يعني لا تثور ثائرته، وإنما يبقى عنده من رحابة الصدر ما يستطيع به أن يجيب السائل المستفهم عن المسائل التي لا يفهم. وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام مع أمنا السيدة عائشة لما قامت وعارضت قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حبت تفهمه في ضوء ما تحفظ من القرآن الكريم. وده بيبين مدى دقة أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ومدى دقتها وتحقيقها في التعامل هي والجيل كله. الدقة، شدة الدقة في التلقي، شدة الدقة في الفهم، شدة الدقة في الحفظ، وده كان سمة الجيل كله، رواية وفهما، تحملا ونقلا، ده كان سمة الجيل كله عشان يفهموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظوه، وكذلك يستطيعون تعليمه للطلبة والمريدين والتلامذة الخاصة بكل، يعني معلم كل صحابي كريم منهم وكل أم من أمهات المؤمنين، كما سنرى ذلك لاحقا. ورضي الله عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى، أم المؤمنين وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام،
والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا ننوه على الصفحة بتاعتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا وبنتلقى عليها الأسئلة، بنجاوب عنها يوم الأربع مع عرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. ومن السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، وبنتلقى أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنجيب على أغلبها في ذات الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص. السلام عليكم. ست أم حمادة، اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله ست، كل سنه وانت طيبه الاول. وحضرتك طيبه وبالف خير وسلام. طيب، انا كنت عامله عمليتين راسي، والحاجه ندى الرجل ان ربنا يشفيكي اطلعه للغايبه، فطلعنا الحبايب والغلاب. هل ينفع اطلع 10 مساكين من نفس الرجل؟ يعني حضرتك عملت وفيته بالندر ولا ما وفيتوش؟ لا، ما الندر لازم تطلعي كل الغلابه، لازم كل الغلابه. انتوا لما ندرتوا قلتوا كله لله، ما استثنتوش يعني؟ هو اللي ندر مش انا، يعني هو اللي ندر الحاج، هو اللي ندر. طيب، يعني ندروا كله، قال كله لله؟ اه، هو قال كله الغلابه. تمام، احنا طلعنا الغلابه والحبايب. تمام. اه، فالسؤال ان انتوا اديتوا بعض الحبايب من هذا القطع، العجل. العجل الذبيحة يعني. حاضر حاضر، شكرا. استاذ سعفان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الدكتوره نادي، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. معلش ليا سؤالين بس. اتفضل مع حضرتك. والله احنا يعني كنا صايمين امبارح تسوعة، النهارده عاشور، صايم برضو النهارده، فانا عايز اعرف ايه صحه الحديث، يعني هو بيكفر الذنوب السنه، وما هي الذنوب التي هي تكفر، يعني ان كانت صغائر ام هي تدخل في الكبائر ام هي بتبقى، يعني عشان بعض الناس بتغر ان هم ممكن ايه يعني صيام يوم يكفر عن حاجات، بس ايه على حسب علمي ان هي بتبقى صغائر يعني. عايز اعلم يعني ايه هي اصلا الصغائر، يعني تدخل في ايه. حاضر حاضر، ماشي. السؤال الثاني. الثاني، انا دلوقتي ببقى قاري نفسي وانا قاعد، فبضع يدي وبقرا اول ايات، بقرا سوره الفاتحه واول ايات من سوره البقره وايه الكرسي واخر الايات من سوره البقره وسوره الاخلاص 3 مرات والفلق 3 مرات والناس 3 مرات. كل ما اني بركي نفسي يا دكتوره بتاوب وعينيا تدمع، انا ما مش عارف بيكون فيها شيء ولا حاجه، انا مش فاهم. حاضر، والله ربنا يعافيكم. ربنا يعافيكم. واسالك الدعاء يا دكتوره، معلش. نعم، واسال حضرتك الدعاء. حاضر يا اخي. حاضر، ربنا يبارك في حضرتك. حاضر يا رب. عايز دعاء بشيء معين ولا انت دعاء؟ عايز دعاء، يعني ايه ان انا بقالي فتره يعني قاعد عن العمل، وداخل برضه عايز اتقدم كده للزواج وكده، يعني ربنا يسهل كده. ربنا يفتح لك ابواب التوفيق الحي الباقي. اللهم انا حضرتك من برامج المميزه. ربنا الله يعزك. الله يعزك يا استاذ سعفان، شكرا لسيادتك. شكرا. ست ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتوره ناديه؟ الحمد لله يا ست ام احمد، والله بحبك قوي في الليل يا ستي. احبكم الله الذي احببتمونا فيه. هو انا ليا سؤال بس عن زكاه الذهب بعد اذنك. اتفضلي يا فندم. يعني انا لو معايا ذهب عيار 21 وعيار 18، وعيار 21 اقل من 18 بس هم بلغوا النصاب يعني.
المفروض ان هو للزينه بس انا ركناه مش بستخدمه، فهل هيطلع عليه زكاه؟ هو في اقوال بتقول يطلع واقوال بتقول حتى لو للزينه لا ما بيطلعش عليه زكاه، علما ان انا لو هطلع عليه زكاه ممكن ما يبقاش معايا يعني المبلغ ان انا هطلع عليه زكاه. ولو هطلع زكاه المفروض ان انا هطلعها في انهي وقت من السنه لو عليه حكم ان هو يطلع عليه زكاه؟ حاضر، وكتر خيرك يا دكتوره نادر. العفو يا ست الكل. العفو يا فندم، اتفضلي حضرتك. معانا استاذه عفاف. اهلا وسهلا دكتوره نادر. اهلا وسهلا يا استاذه عفاف. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير وسلام يا رب. عندي سؤال لحضرتك يعني بخصوص النقاب، ربنا من عليا بعمره من 13 سنه ولبسته، ولكن انا حاليا تعبانه منه جدا وعندي شويه مشاكل صحيه، هل لو انا يعني استغنيت عنه او قلعته في ذنب او معصيه او اثم؟ حاضر، شكرا لحضرتك. لكن انت لابسه الزي الشرعي بتاعك، انت بس هتشيلي لسه. شكرا. معانا ست ام احمد. اهلا وسهلا دكتوره. اهلا بيكي يا ست كل. اهلا يا حضرتك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. عايزه اقول لحضرتك على مشكله عندي كده. اتفضلي يا فندم. انا حضرتك كانت بنتي مخطوبه يعني جالها عريس واتخطبت. هو قعد 3 شهور. وفي الفتره دي خطيب من بعد ما لبست الشبكه خطيبها ما عادش جالها ولا حد، لا بابا ولا مامته ولا اي حد، ولا بقى يسالوا عليه حتى هي بقت ترن. يعني هي يعني هي اتخطبت ومن بعد يوم الخطوبه ما شفتهوش تاني؟ لا. وبقت تحاول تكلمه يعني ترن عليه في التليفون وتكلمه يكنسل عليها وما يردش. فانا اتصلت بمامته وقلت لها حصل كذا كذا من ابنك، يعني لو في حاجه مزعلاه او كده وزعلان من بنتي او احنا حصل حاجه. يعني عرفونا. قالت لا والله ما في حاجه، بس هو ما عادش عايز يجي ليها خالص. طيب وحتى بقول له تعالى يعني نروح ونزورهم كده يقول لها لا، عايزه تروح. طيب السؤال ايه بقى يا دلوقتي الشبكة؟ قام جاي في يوم، قام جاي في يوم قام قايل كل واحد يروح لحاله، بعت ناس يعني كل واحد يشوف مصلحته. تمام. فقعدنا نقول له حضرتك يعني للناس اللي جت بقى حصل مننا حاجه او كده، قالوا لا احنا السؤال عن ايه؟ عن الشبكه ولا عن ايه؟ طب قولي لي. 6 شهور بعد ما حصل كل واحد راح لحاله ما جابوش سيره شبكه ولا حاجه. بعد 6 شهور لقيناهم راجعين تاني يقولوا احنا عايزين نرجع وكده، فاحنا طبعا بنتي حصل لها حاله نفسيه وكده، فاحنا قلنا لا. فقاموا راجعين تاني قايل لك ده احنا عايزين حاجتنا. قلنا لهم طيب الوقت اللي يحكم بيننا وبينكم الشرع، انت واحد جيت قلت انا مش مثلا مش عايز بنتي. احنا لو احنا اللي راجعين يبقى انت تاخد كل حاجتك. معلش يا سواء، احنا بس ايه هنفهم كده، ربنا يلهم الصواب، لان العرف ماشي برأي فقهي والقانون واخد برأي الاحناف. احنا أيوه. عايزين نفكر كده في المسألة ونشوف، لان برضو هل هو اسقط حقه؟ يعني هو لما قعد خلال الست شهور دول ما بعتش اي حد يقول انا عايز الشبكة بتاعتي، بعد ما فضل بعد ما فضل الخطبة ما قالش انا عايز الحاجة بتاعتي، ما بعتش اي مندوب الا لما قالوا احنا هنرجع، ولا انت عشان بس نبقى الامور واضحه؟ لا هو اللي كان رجع قال ابوه طبعا ما قالش ولا حد، كان الناس الكبيره هي اللي جايه متفقه. لا بعد ما 3 شهور وقال انا سايبها ما قالش رجعوا لي الشبكه بتاعتي؟ لا هو سبق خطبها لحضرتك 3 شهور وسبق 6 شهور بعد ما قال كل واحد يروح لحاله، وسبها 6 شهور، خلال ال6 شهور دول ما قالش انا عايز حاجتي. لا ورجع لما حب يرجع لها وانتوا رفضتوا قال لكم انا عايز الحاجه. تمام. انا بس حبيت استوثق. شكرا. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في ارد على اسئله حضراتكم بتيسير الله تعالى.
مرحبا بحضراتكم. كان في ست ام حماده بتقول انها كانت عملت عمليتين في راسها، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويتم شفائك تاما كاملا لا يغادر سقما، وبعدين اللهم امين يا اجمعين. وبعدين بتقول انه زوجها ندر انه يذبح عجل لله تعالى، فوفى بهذا الندر لكن ما اطعمش كله لله برغم ان هو نذره كله لله، وطلع جزء منه لبعض يعني الاصدقاء اللي هم مش اهل احتياج، يعني هو كان نذر انه كله هيخرج للفقراء. بالنسبه للوفاء بالنذر، كان يجب عليكم ان احنا نوفي بالنذر بالشروط بتاعته الشرعيه، طالما انا قلت يخرج كله لاطعام الفقراء لله يبقى كان وجب كله لله. دايما بنقول حاجه هذكر بيها ولكن أؤكد على أنه بما أن الصورة دي تمت على غير كده، يعني ثلاثة أرباعه طلع لله وجزء التاني جاملنا بيه، ففي الحالة دي نخرج من الإشكالية دي بأن احنا الخروج من النذر أصلا بكفارة يمين، لأنه ما طلعوش كله كما أوجبوا على نفسه، فهنعمل كفارة يمين من باب أن احنا الاحتراز، لأن احنا لم نوفي بكل ما اشترطناه بأنه كله هيخرج للفقراء للمحتاجين لأهل الله. طيب أنا بعد كده ما أجي أندر، لو أنا عايز أخد جزء لأهل البيت لأصدقاء للمجاملات، هقول كل الذبيحة دي لله إلا تلتها إلا ربعها، أستثني عشان ما نرجعش نقع في الإشكالية دي. فإبراء للذمة يكفر عشان هو كفارة يمين لأنه هو لم يوفي به وفاء تاما كاملا يا ست أم حمادة. الأستاذ سعفان بيقول أنه بالنسبة لصيام يوم عاشوراء وفضل الصيام ومدى يعني صحة الحديث وأنه يكفر الذنوب ولا لا، فضل صيام هذا اليوم وثوابه معلوم وثابت، ما فيش فيه يعني نقاش أو جدال، وده جاء في سنن الإمام النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم عرفة كفارة سنتين. صوم بيتكلم على صوم عرفة الأول، صوم عرفة كفارة سنتين، سنة قبله وسنة بعده، وصوم عاشوراء كفارة سنة. حضرتك بتقول الناس ممكن تبقى فاهمة إنه تصوم اليوم وتبقى هي كفرت عن كل الذنوب اللي قبل كده. الذنوب لازم نبقى فاهمين إن منها ما يتعلق بجناب الله تعالى والمتعلقة بحقه سبحانه وتعالى، وهناك ما هو متعلق بالعباد والتي لابد فيها من ان احنا نستسمح اصحاب اللي احنا غلطنا فيهم، اسأنا اليهم، اخذنا حاجاتهم، لابد فيها من المسامحه والابراء والاداء. طيب انا بستقبل هذا اليوم بالصيام وباخذ بهذه السنه المباركه يعني وكل امل في مغفره الذنوب، والإنسان يستقبل ده بالتوبة من ما عسى أن يكون وقع فيه. إذا كان فيه كبائر فلابد لها من توبة وتصحيح المسار، وإذا كانت الكبائر دي أنا ذنوب كانت أنا ارتكبت خالفت الأمر الإلهي، لابد من التوبة والاستغفار والاستقامة. وإذا كانت الذنوب بتاعتي متعلقة بآدميين، لابد من أنا غلطت في حد استسمحه، خدت حاجة وما رجعتهاش، دين، قرض، سرقت، أخدت بسيف، أي صورة من الصور دي أنا برضو أستسمح أصحاب الحقوق، أروح أستسمح، مش لازم أقول حتى أنا عملت كذا، سامحوني في أي تقصير كان في حقكم. والمفترض أن احنا نتعامل كده كلنا مع بعض، نسامح بعض، ولما نسلم على بعض نسامح، سامحنا في أي تقصير في حقك، ويقول سامحتك في أو سامحتك سامحتك في أي تقصير في حقي، وهكذا عشان الإنسان يبرأ من ذنوبي يا صاحب السؤال أستاذ سعفان. بالنسبة لمسألة الرقية، أن حضرتك بترقي نفسك بإيديك وبتحس أن أنت بتتاوب كتير جدا، فبتقول أنه يعني أنا ما تلتفتش لمسألة التثاؤب وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه، أنه بيقرأ آية الكرسي والمعوذات، وآية الكرسي ويقرأ المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في كفه، ويمسح بها وجهه وما بلغت يداه من جسده. فده المفترض أن احنا ما ننساهوش، التحصينات نحصن نفسنا دايما، فأنا عايز حضرتك بس تداوم على التحصينات
وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفتح لك من الخير أبوابه وييسر لك في الأرض أسبابه إن شاء الله، ويغنيك من حيث لا تدري ولا تحتسب، اللهم أمين أجمعين. ست أم أحمد بتسأل عن زكاة الذهب. هي اشترت ذهب، والذهب اللي كانت شارياه شارياه اصلا للزينه، بس هو مركون ما بتلبسهوش، عليه زكاه ولا ما عليهوش زكاه؟ اللي عليه الفتوى انه لا زكاه على حلي المراه ما دام تم شراؤه في البدايه، انا شارياه بنيه انه للزينه بهذا الغرض، حتى لو انا ما لبستوش وركناه في الدولاب او ركناه في اي حته، انا غرضي منه ان انا اتزين بيه، ده الاساس منه. اللي عليه الفتوى انه لا زكاه عليه يا ست أم أحمد، يعني الاختيار الفقهي اختار هذا الرأي، وخالف الأحناف اللي شافوا أنها لا تطلع عليه زكاة، فالاختيار الفقهي اختار رأي غير رأي الأحناف يا ست أم أحمد. بالنسبة هو رأي الجمهور. بالنسبة لي ست عفاف، طب ممكن بس نجاوب على الست عفاف ولا إيه الوقت؟ طيب معلش يا ست عفاف وست ام احمد، نكمل الاجابات ان شاء الله السبت باذن الله تعالى، ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين. اللهم انا نسالك بمحمد نبيك وابراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.